نقاشاتك بقى وكوميكساتك مع كابتن رضا عبد العال الكل بيبقى مستمتع بيها وبيتفرج عليكم انتوا الاثنين، يعني حاجه كده حلوه. خلي بالك الكابتن رضا من عشره عمر طبعا، هو اخف دم في الكره المصريه، وعلى فكره يمكن كل توقعاته وكل اراءه بتبقى صحيحه، لان هو راجل بيعرف يقرا المدير الفني هو عايز ايه، لكن هو من الشخصيات المحترمه جدا، ويمكن هو الاخ الاكبر ليا، ودي عشره عمر، سواء كنت من ناشئين الزمالك لحد منتخب مصر والنادي الاهلي، ولحد النهارده ممتده والحمد لله وربنا يديله الصحه. يعني اخيرا الدوري الاهلي ولا الزمالك الموسم ده في رايك؟ لا انت لسه في اربع اسابيع لكن واضح النادي الاهلي مصمم، النادي الاهلي ما بيخسرش بطولتين ورا بعض، النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه جدا من افضل اللعيبه اللي موجوده، اعتقد ان المنافسه هتبقى قويه بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، شفنا انديه كتير جدا متالقه، لكن اتمنى طبعا ان نشوف دوري كويس، وعايزين نشوف دوري يمكن واكتر من نادي يبقى منافس للاهلي والزمالك عشان يبقى الدوري حلو. كابتن ابو الدهب بشكرك شكرا ودايما كده موفق وناجح. انا اللي بشكرك وسعيد جدا بالمعرفه.